نشير مشاهدينا الأكارم أنه اليوم بدار الإمام تجتمع بالمحمدية بالعاصمة اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، وهذا لترقب وتحري هلال شهر رمضان. الندوة سيشرف عليها وزير الشؤون الدينية يوسف بالمهدي رفقة أئمة ومشايخ. الندوة سيتم فيها التواصل مع مختلف اللجان المحلية المنتشرة عبر ولايات الوطن التي تتولى عملية رصد هلال رمضان بأقصى جنوب البلاد. كما سبق وأشرت سابقا مشاهدين، المملكة العربية السعودية أعلنت غدا الاثنين أول أيام الشهر الفضيل رمضان 2024، وثمان دول أعلنت كذلك أن الثلاثاء أول أيام الشهر رمضان المبارك. يتعلق الأمر بكل من أستراليا، سنغافورة، إندونيسيا، ماليزيا، بروناي والهند، وفي 28 من شعبان، فيما بالإضافة إلى باكستان وعمان. مشاهدينا الأكارم، هذا فيما يتعلق برصد أهم ما يتعلق بشهر رمضان الكريم، ليس فقط من شق التجهيزات كما عجت الأسواق الجزائرية بمختلف زوايا بلادنا، واليوم نتحدث كذلك عن ترصد هلال شهر رمضان الفضيل وكيف نتجهز للشهر الفضيل من كل الزوايا وليس فقط من الجانب الاجتماعي الذي اعتدنا عليه. إذن دعوني فقط مشاهدينا الأكارم أرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف إن كان جاهزا. الشيخ حسن جاهز؟ مساءك سعيد الشيخ حسن، الإمام الخطيب معنا عبر الهاتف، أهلا. إذن اليوم نستعد لشهر رمضان المبارك وقد نكون عشية الشهر الفضيل. إذن اليوم تجتمع بدار الإمام بالمحمدية الجزائر العاصمة اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لترقب شهر رمضان وهلال رمضان الفضيل. إذن ونحن ننتظر وبفارغ الصبر الشهر الكريم، كيف يجب أن نتجهز لرمضان المبارك ليس فقط من الجانب الاجتماعي شيخ حسن؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أحييكم وأحيي الشعب الجزائري على هذا الشهر المبارك الذي ينتظره كل المسلمين جميعا، لأنه شهر رحمة والمغفرة والرضوان، وشهر القربات إلى الله عز وجل. فنقول كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أسأل الله عز وجل أن يؤمه على الأمة الإسلامية قاطبة بالأمن والأمان والإسلام والهنا والسعادة. ومن هنا أحيي الشعب الجزائري برمته من صغير إلى كبير بهذا الشهر الفضيل المبارك، هذا الشهر الذي يستعد إليه الشعب الجزائري بالخير والتفاؤل وبتراحم والتناصر فيما بينهم، وأعمال خيرية ستظهر في هذا الشهر الجليل المبارك بإذن الله عز وجل، لأن شهر يتقرب المصائمون به بالخيرات ويقدمون بسخاء قفة رمضان وإطعام السائم وما إلى غير ذلك من هذا الأمر. نترقب هذه الأيام من شؤون دينية أن يطلعون على هلال رمضان المبارك، ننتظر هذا الوقت بكل الدقائق وكل حب وشغف لهذا الشهر المبارك. بعدها ينطلق المسلمين لعمار بيت الله عز وجل إلى المساجد والصيام والقيام والصدقة والإنفاق. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يبين فضل هذا الشهر، منها قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا رمضان وقد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، وتسلل فيه تغلل فيه الشياطين. إذن فيه فضل كبير ورحمة إلى الأمة الإسلامية قاطبة. طيب الأستاذ أو الشيخ حسن، اليوم نتحدث
عن عادات وتقاليد ترسخت في مجتمعنا الجزائري. التحضير للشهر الفضيل، هناك من يتناسى طبعا محاسن التحضير الديني وغيرها للشهر الفضيل، وهناك من يمر لتحضيرات قد تثقل كاهل رب العائلة وغيرها. كيف تنصح هذه الفئة؟ نعم، بارك الله فيك، سؤال وجيه. أختي الكريمة والأخوة المستمعون جميعا، هذا الشهر ليس لذلك، لا للتكاليف بل لرفع التكاليف والتيسير وليس التعسير. فهذا الشهر للعبادة، ويدرك الجميع أن شهر رمضان تتنزل الرحمات حتى يستشعر الرجل أن يمر عليه رمضان بخير كثير وما كان يظن عليه رمضان. فرب العائلة لا يكلف أكثر مما يطيق، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وسينزل ويحل عليه الخير والبركة والأمن في داره، ويستشعر بالصيام ويمر عليه الصيام بألف خير وبركة. فالكثير من الناس لا يكلفون أنفسهم، فالصائم يأكل شيء القليل البسيط، فلا للتبذير فلا للإسراف. كثير من العائلات يصرفون في رمضان ويبذرون في رمضان، وهذا خلاف شكر النعم وخلاف الصيام وأداب الصيام وأحكام الصيام. مثلا أردت سأمر لك نماذج كثيرة من يدخلون إلى الأسواق أخت الكريمة والمستمعون جميعا، يشرون بإسراف عجيب يفوق الأسر، ثم يبذر هذا والفقراء ينتظرون، وكثير من جيران إخواننا ينتظرون، كانوا عليه بالإسراف بالصدقة والإنفاق أفضل، ويصرف بنظام وبإتقان وبإقناع كذلك، ويدرك أن الصيام ليس صيام إطعام ولا إملاء الموائد ولا الازدحام على الموائد، بل هو التقوى والإخلاص والقبول عند الله تبارك وتعالى، ويتذكر الفقير والجائع والمسكين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى بقربه جائع. والصيام الحكمة كامل من الصيام، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الفائدة لعلكم تتقون. لعلنا نتقي، خاف الله في الفقير في المسكين في الأرملة في الجائع، نتآلف وتناصر فيما بيننا. فنصيحتنا: لا يكلف الإنسان فوق طاقته، فيأكل عادي مثل ما كان من قبل رمضان وما بعد رمضان، ويتقي الله عز وجل بحفظ القرآن مع عائلته مع أسرته، عمار بيت الله عز وجل في المسجد كذلك، هذا فضل ونعمة من الله عز وجل. طيب، في قبل أن أختم معك شيخ حسن، اليوم كما سبق وأشرنا، بعدما أصبحت مائدة رمضان مكلفة جدا والتحضيرات أكثر تكلفة، اليوم بما أنه الشهر الفضيل دائما ما تكتظ طبعا الأسواق فيه تحضيرا للشهر الفضيل، يمكن قراءتها من زاوية مختلفة في استقبال شهر رمضان نحن كمسلمين اليوم، نريد رأيك في المبادرة للسلطات الجزائرية يعني في هذه التخفيضات لأول مرة منذ سنوات، يعني أكثر من 60 منتج يتم تخفيض الأسعار فيها تحسبا للشهر الفضيل، ما رأيك في هذه المبادرة؟ والله الأخت الكريمة، أي مسلم يتمنى خفض الأسعار، وهذا نحب هذه الفكرة إن شاء الله تدوم في رمضان وقبل رمضان، وخاصة في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم لا يرحم. لابد أن نتراحم في رمضان، تدخل فينا ذيك الرحمة تاع الفقير ما يقدرش وماهوش قادر، ونتنازل له وينقص الأسعار. فنثمن هذه المبادرة، ونثمن كذلك السلطات التي تسعى في رمضان بكل ما أوتيت من قوة على خفض الأسعار، حتى يستشعر الفقير مع الغني مع المتوسط الدخل، فيعيشوا رمضان متساويين صائمين قائمين. نسأل الله عز وجل أن تعم، خاصة نداءنا إلى التجار فليتقوا الله عز وجل بالأسعار، فليتقوا الله، لأن هذا الذي راه صائم جالس السوق يتسوق صائم، ويدير ولاده ما كان يديروا رفع الأسعار فوق طاقتهم وأكثر من ذلك، فيكهلون ويثقلون جيوبهم. نسأل الله عز وجل تجارنا فيهم الخير فيهم الإيمان، هم يصوموا مثله ويستشعروا بالفقير، يستشعروا هذا شهر رحمة. والله لو خفضوا الأسعار واتقوا الله بارك الله في أموالهم وبارك في أسرهم وبارك في تجارتهم، ورفع الأسعار مجرد الربح، إذا نزعت البركة حتى يدخل آلاف من الملايين في شهر رمضان، فلا بركة فيهم، تذهب هذا
هباء منثورة بدون فائدة وبدون بركة وبدون خير. نسأل الله عز وجل أن يتقوا الله في الفقير والمسكين في هذه الأرملة، وشكرا لمن سعى لخفض الأسعار وهذه المبادرة، ونحتاج إلى مبادرات كثيرة، وبارك الله بالجميع. شيخ حسن الإمام الخطيب، ورمضان مبارك لك، شكرا لك. نتابع الشروق الإخبارية، سنتابع الملف عن كثب ونتقرب أكثر منه، ونتقرب أكثر مشاهدينا، نحط بكم الرحال بالمحمدية، الجزائر العاصمة بالضبط، بدار الإمام أين يتم اليوم الاجتماع بدار الإمام بالعاصمة مع اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لترقب وتحري هلال شهر رمضان الفضيل. الندوة يشرف عليها كما سبق وأشرت وزير الشؤون الدينية والأوقاف رفقة أئمة ومشايخ. موفد شروق الإخبارية الزميل علي قريشي إلى دار الإمام يلتحق بي في هذه اللحظات على المباشر. علي قريشي، كيف هي أجواء ترقب هلال شهر رمضان الفضيل، خصوصا وأن السعودية قطر وغيرها من دول عربية أخرى أعلنت أن غدا الاثنين أول أيام الشهر الفضيل؟ مساءك سعيد زميلتي وسام طيباوي في الاستوديو المركزي، ومساء سعيد مرحبا ايضا لمشاهدي قناه الشروق الاخباريه. مثل ما ذكرت لا حديث يعلو هنا سوى عن ترقبي لتحري هلال شهر رمضان المبارك. نحن نتواجد هنا في بهوي دار الامام هنا ببلديه باب زوار، اين ستجتمع بعد قليل او بعد صلاه المغرب اللجنه الوطنيه للاهله والمواقيت الشرعيه هنا لاثبات سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. إذن هذه اللجنة التي تكون تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية سوف تقوم باستلام تقارير الترائي من مختلف ولايات الوطن، خاصة من الولايات الجنوبية التي تتضح فيها الرؤية أكثر، على غرار ولاية الوادي التي لطالما بشرت الجزائريين بهلال شهر رمضان وأيضا بغرة شهر شوال. إذن هذه اللجنة سأعيدها لك زميلتي وسام طيباوي، سوف تجتمع تحت إشراف وزير الشؤون الدينية السيد يوسف بالمهدي بعد صلاة المغرب لتحري ورؤية هلال شهر رمضان لسنة 1445 هجرية الموافق للعاشر مارس 2024. إذن قلت لك زميلتي وسام طيباوي على أن اللجنة سوف تبدأ منذ الغروب استلام تقارير الترائي من مختلف ولايات الوطن، خاصة الولايات الجنوبية التي تتضح فيها الرؤية أكثر. لكن ما يحز في نفسي زميلتي وسام طيباوي وما يحز أيضا في نفوس المواطنين في هذه اللجنة هو غياب معالم دينية على غرار قاضي الثورة الجزائرية العلامة طاهر أيت علجت ومفتي الجزائريين السيد أبو عبد السلام، التي لطالما الجزائريون دأبوا ووالفوا رؤية هذه الوجوه الدينية إلا أنهم غابوا عن هذه المجالس الدينية، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بالرحمة والمغفرة لروحهما الطاهرة. مثل ما قلت زميلتي وسام طيباوي، ما أعلنته اليوم السعودية وما أعلنته قطر وعدد من الدول العربية على أن يوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان ويوم الاثنين هو أول أيام رمضان لسنة 1445، هو ناقدت هذه الإعلان أو هذه الإعلانات، ناقدت ما قالته الجمعيات الفلكية على أن يوم غد هو سوف يكون متمم لشهر شعبان وسوف يكون الثلاثاء هو أول أيام رمضان. السعودية وقطر والعديد من الدول العربية والإسلامية عبر العالم كانت قد أعلنت على أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك. هنا في الجزائر لم تتضح الرؤية بعد، ستأتينا تقارير بعد الغروب، لكن لطالما الجزائر اعتمدت مبدأ توحيد المطالع وهو مبدأ تعتمده الجزائر هنا، أي تقوم بنفس ما قامت به السعودية وعدد من الدول الإسلامية. لكن الكلمة الأخيرة سوف تكون للجنة الوطنية للأهلة
الأهلة والمواقيت الشرعية هي اللجنة الوحيدة والمخولة من سوف تعلن متى سوف يكون أول أيام شهر رمضان المبارك. مثل ما قلت لك زميلتي وسام طيباوي، نتواجد هنا بدار الإمام، بعد قليل سوف تجتمع اللجنة الوطنية الأهلة والمواقيت الشرعية وسوف تبدأ باستلام تقريرها من الولايات، خاصة من الولايات الجنوبية التي معروف عنها أنها تتضح فيها الرؤية أكثر. زميلتي وسام طيباوي، في حالة ما أعلنت اللجنة الوطنية المواقيت والأهلة يوم الاثنين أول أيام رمضان، سوف تصدح اليوم أو سوف تطلق أيضا جوامع ومساجد الجزائر بما فيهم جامع الجزائر الأعظم، سوف تطلق العنان لصلاة التراويح التي سوف تكون بعد صلاة العشاء، وسوف يبدأ الجزائريون يوم غد بصيام أطول ساعات الصيام هي معروفة تكون في دول المغرب العربي الكبير، في الجزائر، ليبيا، تونس، الصحراء الغربية، المغرب وموريتانيا، وبذلك تكون الجزائر من بين أطول الدول وأكبر ساعات الصيام في هذه الدول. ننتظر الآن وصول المشايخ هنا، مشايخ اللجنة الوطنية الأهلة والمواقيت الشرعية التي سوف تبدأ تصل بعد لحظات هنا إلى دار الإمام لتلاقي ولاستلام التقارير التي تأتي من مختلف الولايات. زميلتي وسام طيباوي، أكيد سوف نوافيك بآخر المستجدات والأخبار في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. زميلتي وسام، نستنجز بك علي قريشي ساعات فقط تفصلنا عن معرفة إن كنا طبعا سنحتفي برمضان الكريم غدا إن شاء الله، نصوم بصحة. ولهنا زميلي علي قريشي، رمضان مبارك لك ولعائلتك الكريمة علي، شكرا لك. شكرا.